طيب، السلام عليكم يا شباب. في مجموعة الفيديوهات دي هنتكلم على مادة المانجمنت اند ماركتينج لطلبة السنة الثالثة كهرباء باور هندسة عين شمس. انتوا من فترة طويلة من أول الترم بدأ الدكتور أحمد أسعد بعت لكم الشيتس نفسها، وكان المفروض التاسك بتاعتكم إن انتوا تقروا الشيتس دي في خلال شرح المحاضرات وتحاولوا تفكروا في الإجابات بتاعتها. وأنا دلوقتي ببعت لكم وبعمل لكم الفيديوز اللي هي بتشرح حل الشيت ده. انت المفروض لما تتفرج على الفيديو ده تبدأ تقارن الكلام اللي انت فكرت فيه بالإجابة اللي هي اللي انا حاططها لك هنا في الفيديو. المادة بتاعتنا يا شباب، او في الفيديو ده احنا هنتكلم على الشيت الاولاني من المادة بتاعتنا اللي هي مانجمنت اند ماركتنج، وده الشيت الوحيد الموجود عندي اللي بيتكلم على المانجمنت. فتعالوا نبدأ في الفيديو الاولاني يا جماعة، او في الشيت الاولاني بتاعنا. نبص كده على أول سؤال يا شباب في المانجمنت، بيقول لي alone or in a group، لوحدك أو مع ناس. فكر في الجاي، إيه why do organizations need managers؟ هل ليه الـ organizations بتحتاج managers؟ can you imagine an organization with no managers؟ هل ممكن يبقى فيه أي organization ما فيهاش أي manager؟ الكلام ده ان الاورجانيزيشن يبقى ما فيهاش مانجر ده بيتر ووركس من وجهه نظر الاورجانيزيشنال بيرفورمانس. وبعد كده سالني على انواع المانجرز الموجودين. طبعا لو المانجرز مش مهمين يا جماعه يعني ما كناش درسنا الكورس ده، يعني فلنكن متفقين كده ان اي اورجانيزيشن محتاجه مانجرز عشان تنظم او تورجنايز التاسكس بتاعتها او الحاجات اللي هي بتعملها علشان تقدر توصل او تقدر تاتشيف الاوبجكتيف بتاع الفيرم بتاعي او بتاع الكوربريت بتاعتي. طبعا ما اقدرش ايماجن اي اورجانيزيشن ما فيهاش مانجرز، يعني اجابه السؤال زي ده ما ينفعش حد فيكم يقول لي ممكن يبقى في حاجه ما فيهاش مانجرز، مع اختلاف فارق المانجرز او الليفل بتاع المانجمنت اللي انا محتاجه في الفيرم بتاعتي يعني. لكن اي فيرم لازم يكون فيها مانجرز، ممكن تختلف الليفلز بتاعتهم بس لازم يكون في مانجرز. طبعا ده هيبقى ورث من وجهه نظر الاورجانيزيشنال بيرفورمانس. والجزء الاولاني ده اجابته مش محتاجه حاجه غير ان انت تقول له ان احنا محتاجين مانجرز. لكن انا اللي يهمني يا شباب هو what are some different types of managers and how do they differ، ايه انواع المانجرز. بصوا يا جماعه، تعالوا نتفق بس اول حاجه ان المانجرز عندنا ليهم ليفلز، فاحنا هنبدا من الليفل العالي او من التوب ليفل مانجمنت لحد ما نوصل للبوتوم ليفل مانجمنت بتاعنا. فاحنا اول حاجه عندنا يا شباب في حاجه اسمها التوب مانجرز، دول هم الهيدز بتوع الشركه اللي هم رئيس مجلس الاداره بقى والهاي بورد بتاع الشركه بتاعتي او بتاع الفيرم بتاعتي. ودول بيكون وظيفتهم ان هم يحطوا الاستراتيجي او المين اوبجكتيف بتاع الشركه بتاعتنا. هو يحط الاوبجكتيف بتاع الشركه اللي هو او الاستراتيجي بتاعتها، الجنرال استراتيجي بتاعتها اللي هي بتحقق الفيجن بتاعه الشركه او التاسك او الميشن بتاعتها المهمه بتاعتها يعني. تاني ليفل من ليفلز المانجمنت عندي في حاجه اسمها الفانكشنال مانجرز، واحنا في عندنا فانكشنز كتير قوي في الشركه زي الماركتنج زي الاكاونتنج زي الانجينيرنج، في عندنا فانكشنز كتير قوي. فكل فانكشن بيكون في ليها هيد اللي هو الفانكشنال مانجر بتاعها. فالفانكشنال مانجر دول يا جماعه هم المانجرز المسؤولين على فانكشن كبيره او اريا كبيره من الشركه، زي الانجينيرنج مانجر مسؤول عن كل الانجينيرنج ديبارتمنتس الموجوده، اكاونتنج مانجر ده مسؤول عن كل الاكاونتنج ديبارتمنت، ماركتنج مانجر ده مسؤول عن كل الماركتنج ديبارتمنتس الموجوده في الشركه بتاعتي. بعدين في عندي سوبرفايزري مانجر يا جماعه اللي هو المدير الاشرافي اللي هو بينفذ يعني او اللي بيشرف على الناس، ده اللي هم التيم مانجرز. بمعنى ان انا في عندي مدير للانجينيرنج ديبارتمنت، وفي تحت الانجينيرنج ديبارتمنت ده جزء الكتريكال مهندسين كهرباء شغالين في جزء، وجزء ميكانيكال، جزء اي حاجه سيفل اي حاجه يا شباب. فبيكون في عندي سوبرفايزري مانجر موجود لكل ديبارتمنت تحت منه يعني جوه الفانكشن الواحده. ففي عندي شويه تيمز بتشتغل، كل تيم من دول بيكون ليه مانجر هو السوبرفايزري مانجر. بعدين في عندي حاجه اسمها اللاين مانجر يا جماعه، اللاين مانجر ده اللي هو البرودكت او السيرفيس مانجر. بمعنى لو في عندي مثلا شركه زي بي ان جي بتصنع برودكت زي اريال مثلا، فالبرودكت او اللاين مانجر بتاع اريال ده هو لاين مانجر ليفل اول اللي هو مسؤول عن اداره البرودكت المعين او السيرفيس المعينه للشركه بتاعتي بتعمل لها كرييشن. اخر ليفل عندي يا شباب اللي هو الجنرال مانجرز، دول بقى اللي هم بيمانجوا
ستور، بيمانج برودكت لاين، بيمانج بزنس يونت معينه في الشركه بتاعتي. يعني زي عندنا في الكليه مثلا، في عندنا وحده اسمها وحده توكيد الجوده، دي بزنس يونت لوحدها منفصل عن الكليه، ليها جنرال مانجر بتاعها تحت اداره الكليه، بس هو في اللي هو البوتوم ليفل اوف مانجمنت بتاعها. طيب اتكلمنا على انواع المانجرز المختلفين في السؤال ده. تعالوا في السؤال التاني يا شباب، بيقول لي ايه بقى هم التيم مانجريال رولز، ايه هم الادوار بتاعت المانجرز. بص يا جماعه، ادوار المانجرز دول احنا ممكن نقسمهم كده براودلي لثلاثه كاتيجوريز، وكل كاتيجوري يبقى تحتها شويه رولز او شويه ادوار. يعني فالثلاثه كاتيجوريز بتوع الاساسيين انتربيرسونال، صفات شخصيه او رولز شخصيه، وانفورميشنال، حاجات مختصه او حاجات مسؤوله عن جمع المعلومات، وديسيشنال، حاجات المختصه بالديسيشن ميكنج. نبدا اول حاجه يا شباب في الانتربيرسونال رولز. اول حاجه فيجر هيد وليدر وليسن. بصوا يا جماعه، الفيجر هيد ده اللي هو الواجهه بتاعت الشركه، وتعريف الماركتنج رول اللي هو فيجر هيد ده هو حد عنده مجموعه من الوظائف الاداريه وهو مش مانجر. طب ازاي ده يبقى مانجر يا شباب؟ بصوا يا جماعه، مجموعه من السكيلز الاداريه، او هو واجهه الشركه اداريا، يعني هو اللي هو التوب بتاع الشركه، بس هو مش لازم يكون عنده اي مهام رسميه، اي official responsibilities يعني، ولكن لازم يكون المانجر بتاعي فيجر هيد. بمعنى اخر يا شباب، ان مش كل الفيجر هيدز هم مانجرز، بس اي مانجر لازم يكون فيجر هيد. تاني حاجه في الانتربيرسونال سكيلز او انتربيرسونال رولز يا جماعه، لازم يكون ليدر، وليدر دي يعني يقدر ينسباير الناس اللي شغاله معاه علشان تنفذ التاسكس والمهام اللي موجوده المطلوبه منها. وبرده تاني يا جماعه، مش كل الليدرز مانجرز، لكن كل المانجرز لازم يكونوا ليدرز عشان يبقى مانجر ناجح. ليسن ده يا جماعه يعني بيكون في عنده كوميونيكيشنز اوتسايد، او بيعمل نتورك اوف كوميونيكيشن اوتسايد الاوفيس بتاعه عشان يقدر يجمع داتا للشركه، يقدر يوصل صوره الشركه لاماكن تانية، او يوصل الشركه يخليها تنتشر في المجتمع. يعني بالنسبه للرولز مرتبطه بالانفورميشن يا شباب، او بجمع الداتا يعني، فالمانجر لازم يمونيتور ويديس مانيتور، الاثنين دول عكس بعض. مونيتور يعني يجمع الداتا من الفيلد، ديس مانيتور يعني يسبريد الداتا اللي هو جمعها، او الانفورميشن النولج اللي هو جمعها دي يعمل لها سبريد جوه الشركه بتاعته. والحاجه الثالثه هي زي او السبوكس بيرسون، ده هو رول زي ديس مانيتور بالظبط يا شباب، بس هو لازم يسبريد بقى الداتا او النولج اللي الشركه محتاجه توصلها لبره الشركه، للشركات الثانيه، للسبلايرز بتوعها، للكاستمرز، بطريقه بتاعت الشركه يعني. فالسبوكس بيرسون ده هو اللي بيسبريد الداتا دي، او بيسبريد النولج دي، بس اوتسايد الشركه. لكن ديسمينيتور ده هو رول ان انت تسبريد الداتا او الانفورميشن بتاعتك انسايد الفيرم بتاعك. بالنسبه للحاجات المرتبطه بالديسيشن ميكنج يا جماعه، هم اربعه رولز. اول حاجه انتربرينور، ده اللي هو انتربرينور يعني رياده الاعمال، يعني يكون عنده قدره على ان هو ياخد قرارات اول مره تتاخد وتحقق فارق. يعني يبقى في عندي ورق جدا في اي فانكشن بيعملها، يكون في عندي مشكله اول مره تحصل وما تعرضوش ليها قبل كده، فلازم يبقى عنده القدره ان هو ياخد قرار ممكن يكون ما خدوش قبل كده. دي هي الانتربرينور شيب. ديستربنس هاندلر، ده اللي هي بروبلم سولفر، يعني انك تعرف تتعامل مع الديستربنسز اللي بتحصل في البروسيس بتاعتك. ريسورس الوكيتور، يعني تقدر توصل لكل الريسورسز اللي انت محتاجها عشان تأدي التاسك بتاعتك. ريسورس دي كل حاجه، ماتيريال، سواء كانت ماتيريال داخله في البرودكت، سواء كانت ماتيريال كتابيه، سواء كانت هيومن ريسورسز انت محتاجها، سواء كانت فلوس، كل الريسورسز لازم تبقى عندك قدره على انك تعرف تجيب الريسورسز بتاعتك منين. اخر حاجه نيجوشيتور يا شباب، ان انت تقدر تنيجوشيت الوضع بتاع الشركه، يعني تنيجوشيت البرودكتس بتاعتك مع او السيرفيس اللي انت بتقدمها مع مع ما بين الكاستومرز، وعشان تقدر توصل لاحسن بروفيت للشركه بتاعتك. طيب بص يا جماعه، اتكلمنا على الرولز، ال10 رولز بتوع المانجر. طبعا هو بقى السؤال بيقول لي بقى، لو انت شايف مين فيهم اسهل ومين فيهم اصعب للانديفيديوالز.
بصوا الإجابة دي ممكن كل واحد فيكم يكتب أي إجابة هو عايزها، بس لازم يدعم إجابته بأسباب منطقية يعني. وإن كنت أنا في رأيي الشخصي، ودي إجابتي الشخصية مش إجابة أي حد، إحنا بندور على الحاجات الصعبة على الانديفيدوالز، فالانديفيدوالز هيكون صعب عليهم الحاجات المرتبطة بجمع المعلومات، لكن الانتربيرسونال والديسيشنال دي هيكون سهل جدا واحد يعملها، لكن هيكون صعب على المانجر لوحده ان هو يمونيتور وان هو ينشر الداتا دي وان هو ينشرها اوتسايد الفيرم. عشان كده الحاجات الصعبه ان هي ان الفرد يعملها بنفسه، مش محتاج تحت منه حد يعملها، او محتاج معاه، انا اسف بلاش تحت منه، دي مش محتاج معاه حد يعملها، هي الحاجات المختصه بالانفورميشن. جبت سؤال التالت يا شباب، دي انا مش هجاوب عليها لان الاجابه دي المفروض تفاري من كل واحد فيكم للتاني. الاجابه التالته دي يا شباب، السؤال التالت بيقول لي imagine انت بتديزاين يو ريستوران او ريتيل ستور، انت بتعمل مطعم او محل توزيع بالتجزئه، ده ريتيل ستور ده اللي هو المحل بيبيع بالتجزئه، اي محل بيبيع اي حاجه يعني. that you have the idea for your business in your mind, which managerial rules you think you'll need, انت محتاج انهي managerial rules؟ Who do you want to fill them؟ عايز مين يملاهم؟ Are any of them unimportant؟ هل في أي managerial role أنت حاسس إن هي مش مهمة؟ Or are they all important at different times؟ والحاجة الوحيدة اللي لازم إجابتكم تبقى واحدة فيها اللي هي الجزء الأخير ده، كل managerial roles مهمة، ما حدش فيكم يقول لي أنا في المطعم مش محتاج حاجة، لازم تلاقي الرول ده بيتنفذ فين في المطعم. فإجابة السؤال ده المفروض تفاري ما بين كل واحد فيكم والتاني، علشان كده انا مش هقول لكم على اجابه واحده، بس انت اللي هتعمله تاخد الرولز اللي هم العشرة اللي اتكلمنا عنهم وترفلكتهم على البيزنس بتاعك دلوقتي اللي هو مطعم او ريتيل ستور يعني، اي واحد فيكم يختار اي واحد من الاثنين، ولازم ترفلكت العشرة رولز وتقول لي ان كل الرولز دي امبورتنت ات اول تايمز ات ديفرنت تايمز. طيب السؤال الرابع يا شباب بيقول لي بقى ايه هما المانجيريال فانكشنز، ايه هي الفانكشنز بتاعه المانجرز او المانجرز بيعملوا ايه يعني عشان يوصلوا البيزنس. فتعالوا نتفق ان الفانكشن مانجرز دي يا جماعه اللي هما اسمهم بي او ال سي، البي او سي يا جماعه اللي هي ستاندز فور بلاننج اورجانيزنج ليدنج اند كنترول. بصوا في السؤال الجاي احنا هنتكلم عن تعريف كل حاجه من دول عباره عن ايه، بس هو بيقول لي think of an effective organization you know about in some depths as either an employee or a customer. Now, do you think they do a good job in all four of these managerial functions? Why or why not? طيب عشان نعرف نجاوب على الجزء الأخير ده أو نرفلكت الأربعة managerial functions دي يا جماعة على أي firm احنا نعرفها أو على أي business، لازم نبقى فاهمين إيه هما الأربعة functions دول اللي هي إجابة السؤال الجاي. فتعالوا نجاوب على السؤال رقم خمسة اللي هو بيكلمني على المانجمنت functions اللي بيكمبرومايزوا الـ POLC اللي هي الوظائف بتاعه المانجرز. بصوا بقى زي ما اتفقنا هم بلاننج اورجانيزنج ليدنج اند كنترولنج. بلاننج دي يا جماعه هي اول ستيب بيعملها المانجر بتاعه او بتعملها انت عشان تعمل بزنس او تعمل اورجانيزيشن معينه، انك تعمل سيتنج للاوبجكتيفز بتاعه الفيرم بتاعتك. بمعنى انا عايز اعمل شركه ليه؟ عشان عايز فلوس، ده اوبجكتيف وضيع شويه بس هو اوبجكتيف يعني. بعد كده بلاننج مش ان انت تحط الاوبجكتيف بس، لا انت عشان توصل الجول بتاعك ايه الستبس اللي عايز توصلها، فالبلاننج هو انك تعمل سيتنج للاوبجكتيفز بتاعتك وتعمل ايه الكورس اوف اكشنز او الستبس اللي انت محتاجها عشان تاتشيف الاوبجكتيفز. اورجانيزنج يا جماعه دي ان انا ابدا اديفلوب بقى اورجانيزيشنال ستراكشر، اعمل ستراكشر بتاع الشركه بتاعتي وهاير الناس الوكيت يعني هيومن ريسورسز عشان اقدر اوصل الاوبجكتيف اللي عملتها في الخطوه اللي قبل كده. فorganizing دي ان انا اعمل organization اصلا، create the organizational structure بتاعي. بعدين يا جماعه الخطوه الرابعه leading ده هي زي ما قلت لكم انت بتinspire بقى الناس اللي شغاله معاك علشان توصل للتاسكس بتاعتها او عشان توصل للاكشن او تinspire الاكشن taken by others يعني عشان توصل للobjective بتاع الشركه بتاعتك. واخر حاجه controlling يا شباب، الشركه بتاعتي ليها objective، اعرف مين انا وصلت الاوبجكتيف ده صح ولا غلط، لازم انشور بقى ان انا البرودكت بتاعي او السيرفيس اللي بقدمها دي بتميت الستاندردز اللي احنا محتاجينها. تعالوا نرفلكت يا جماعه الاربعه اورجانيزيشن بقى في السؤال الرابع اللي فات، تعالوا نرفلكت الاربعه دول على اي شركه عندنا. السؤال الرابع كان بيقول لي رفلكت الاربعه اورجانيزيشنال فانكشنز او مانجر المانجيريال فانكشنز دي على اورجانيزيشن انت عارفها،
سواء كنت انت امبلوي فيها ولا كاستمر ولا اي حاجه، بس تكون عارفها كويس يعني. فتعالوا نرفلكت الاربعه دول على الكليه عندنا يا جماعه. والله احنا عايزين نعمل كليه هندسه عين شمس، فندور على ايه الاوبجيكتيف بتاعنا يا شباب. والله الاوبجيكتيف بتاعي يا باشمهندس ان انا اطلع مهندس خريج يعرف واحد اتنين تلاته، يقدر يعمل لي واحد اتنين تلاته. فانا عندي اوبجيكتيف، والاوبجيكتيف من الاخر هو انت يا باشمهندس، هو الطالب اللي عندي اللي انا هطلعه. بعدين في الخطوه الثانيه في الاورجنايزنج يا جماعه، عشان نقدر نوصل للاوبجيكتيف ده، طبعا احنا حطينا الاوبجيكتيف بتاعنا، وبعدين حطينا الاكشنز او الستبس اللي هناخدها. احنا هنعمل ديبارتمنت لكذا وديبارتمنت لكذا، وهندرس الماده الفلانيه والماده الفلانيه والماده الفلانيه للطلبه دي في كل قسم معين، عشان اقدر اوصل للخريج اللي انا محتاجه يعني. ده كله في مرحله البلاننج. نخش في الاورجنايزنج بقى، نبدا نعمل الاورجنايزيشن ستراكشر بتاعي، اللي هو يا شباب نبدا نشوف بقى، نهاير الستاف اللي هيشتغل معاكم، الدكاتره اللي هتشتغل معاكم، نهاير المعيدين، نهاير العمال اللي هيساعدوا على اداء العمليات التعليميه، نبدا نعمل المعامل، نبدا نعمل الكليه يا شباب. والخطوه الثانيه ليدنج ده اللي احنا بنعمله في مرحله التدريس، ان انت انا بقى انت طالب الهندسه عندي، وانت الموظف اللي شغال عندي، فانت المفروض مسؤوليتك ان انت تذاكر، فانا بزقك تذاكر، بعمل لك كويز، برخم عليك بغياب علشان تحضر، بحاول اليد، بحاول انسباير الاكشنز اللي انت بتعملها علشان تقدر توصل للاوبجيكتيف بتاعك. واخر حاجه كنترولنج يا شباب، عشان ننشور بقى ان البرودكت بتاعنا اللي هو انت بيميت الستاندردز اللي احنا حاطينها، فبنعمل لك امتحان، ولازم تنجح في الامتحان ده عشان تعدي. لو ما نجحتش لا تقعد تعيد الكورس بتاعك علشان تقدر تعدي فيه تاني. فاحنا بنكنترول البرودكت يعني، انا ما بديكش الشهاده الا لما اكون ضامن ان انت بتميت الستاندردز بتاعتي. مصر ما انتوا تقدروا تعملوا ريفلكشن للاربعه مانجيريال فانكشنز دي على اي فيرم تانية، مش لازم الكليه يعني. فبس الاكزامبل بتاع الكليه هو اكتر اكزامبل حاضر في دماغي دلوقتي. طيب السؤال التاسع يا شباب، ده بيقول لي ليه الفاينانشال بيرفورمانس مهمه بالنسبه للاورجانيزيشن؟ هو مبدئيا في اي اورجانيزيشن في الدنيا مش عايزه تجيب فلوس؟ لازم نكون متفقين ان التشاريتي ما بتبقاش الاوبجكتيف بتاعها فلوس، بس بتكون بتسعى للبروفيت في صوره ما. فعشان كده يا جماعه الفاينانشال بيرفورمانس ده مش هو فلوس وبس، الفاينانشال بيرفورمانس ده ان انت توصل لسام سورت اوف بروفيت للفيرم بتاعتك، ومش لازم البروفيت ده يكون فاينانشالي بروفيت يعني. الايكونوميك بيرفورمانس ده مهم جدا يا جماعه، وده طبيعي لان اي اورجانيزيشن فاينالي مهم عندها ان هي توصل لريتيرن الانفستمنت بتاعها. الريتيرن ده ممكن يكون فلوس، ممكن يكون في اداء مهمه معينه للمجتمع في التشاريتي يعني. عشان كده لازم نكون عارفين ان الفاينانشال بيرفورمانس ده مهم جدا. السؤال بعد كده بيقول لي ايه هي المتريسيز يا جماعه، ايه الحاجات اللي اقدر اقيس بيها الفاينانشال بيرفورمانس؟ زي ما اتفقنا هي البروفيت. الفاينانشال بيرفورمانس يا جماعه، وامتى تقدر تقول على شركه ان هي فاينانشالي بتبرفورم كويس؟ لازم تكون بتبروديوس سام سورت اوف بروفيت. البروفيت ده زي ما قلت لكم، سواء كان فلوس او كان ريتيرن اوف انذر واي انذر فورم. انا اسف. بالنسبه لسؤال 11 يا جماعه، بيقول لي بقى ايه هم الدايمنشنز اوف بيرفورمانس beyond the financial or including the triple bottom line. بصوا يا جماعه، التريبل بوتوم لاين ده نظام كده بيحكم لي على البرفورمانس بتاع اي فيرم بتاعتي، هو من اسمه تريبل بوتوم لاين. هو بيتكلم على ثلاثه مين اسبيكتس لازم اقدر احققهم، او لازم اقيس البرفورمانس بتاع الشركه بتاعتي فيهم عشان اقدر احكم عليها. التريبل بوتوم لاين يا جماعه ده بينفسايز بقى ثلاثه اسمهم 3 بيز: people، ناس، planet and profit. 3 بيز دول هم بيبول او السوشيال كونسيرن اللي هو الواجب الشركه ناحيه المجتمع، انفيرمنتال كونسيرن اللي هو واجب الشركه ناحيه البيئه اللي هو بلانت، اخر حاجه بروفيت اللي هو الفاينانشال او الايكونوميك كونسيرن الشركه بتاعتي تقدر توصل لنوع من انواع البروفيت. هو بيقول لي ايه الدايمنشنز بقى من البرفورمانس غير الفاينانشال انكلودنج ذا تريبل بوتوم لاين. ففي تريبل بوتوم لاين غير فاينانشال هو السوشيال كونسيرنز والانفيرمنتال كونسيرن. السؤال بعد كده يا شباب بيقول لي how does CSR relate to the triple bottom line. بصوا CSR ده يا جماعه حاجه اسمها الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي، او المسؤوليه المجتمعيه للشركه بتاعتي. احنا عارفين ان triple bottom line هو 4 بيز، منهم حاجه اسمها السوشيال
كونسيرن وحاجه اسمها الانفايرمنتال كونسيرن، وهما الاثنين دول يا جماعه اللي موجودين جوه الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي. السي اس ار يا جماعه ده هو كونسبت كده ان اي اورجانيزيشن لازم تتيك ريسبونسابيلتي فور الامباكت بتاع الاكتيفيتيز، لتاثير الاكتيفيتيز بتاعتها على بقى الكاستمرز، على السبلايرز اللي بيوردوا لها، على الامبلويز الموظفين، على الشير هولدرز اللي هم حمله الاسهم، على الكوميونتي اللي هي شغاله فيها، على الانفايرمنت اللي هي موجوده فيها، في كل الاسبكتس اوف ذا اوبريشن او في كل مجالات الاوبريشن بتاعها. بس يا جماعه كده احنا خلصنا الشيت الاولاني، كده احنا خلصنا شيت واحد يا شباب، وفي الفيديوز الجايه هنتكلم على شيت 2 و3 و4 ان شاء الله يعني. قبل بقى ما نقفل الفيديو ده، لان الفيديو الحقيقه هيبقى معانا وقت فيه لسه، الفيديو قصير، طيب احنا ما عدناش التايم يعني. فبصوا يا جماعه تعالوا نتفق بس كده، انتوا عارفين الامتحان بتاعكم الترم، في امتحان الترم بتاعكم الاسئله تبقى ام سي كيو، فيعني انتوا اسئله الشيت كلها مش هتبقى في حاجه ام سي كيو. انت لازم تبقى فاهم الشيت، مش لازم تبقى حافظه يعني، لازم تبقى فاهم يعني ايه بي او ال سي. لما يجي الدكتور يسالك مش هيقول لك اكتب لي البي او ال سي واشرحهم لي، هو هيجيب لك حاجه مرتبطه بالبي او ال سي. يعني مثلا ممكن يقول لك على تاسك معينه، يقول لك دي موجوده في انهي حته في المانجريال فانكشنز، في البي ولا او ولا ال ولا سي. فانت لازم تكون فاهم الشيت يا باشمهندس، مش حافظه الكلام ده، مش على الشيت ده بس، الكلام ده على الشيتس الجايه كلها، لان الشيتس الجايه كلها ما فيهاش ام سي كيو، بينما الامتحان بتاعك كله ام سي كيو. واعتقد ممكن يبقى في سؤالين اسي في الاخر كده، بس الاغلبيه من الامتحان بيكون ام سي كيو يعني. ماشي يا جماعة، ربنا معاكم، وأنا كده خلصت الفيديو الأولاني، سلام عليكم.